ينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم. هلا وسهلا فيك أستاذ سيف. يعني بداية، هل ما زال البرنامج مستمر في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية؟ وسهلا بكم بالسادة المشاهدين والمشاهدات. نعم، بكل تأكيد برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان مستمر في تقديم خدماته وحلوله السكنية المتنوعة التي تلائم مختلف فئات المجتمع. ولله الحمد تمت خدمة أكثر من 150 ألف أسرة منذ بداية العام الجاري 2020 حتى نهاية شهر مايو الماضي. كان من بين هذا العدد أكثر من 53 ألف أسرة سكنت في منازلها فعليا. العدد المتبقي توزع على الخيارات الأخرى، مثلا 29 ألف أسرة فضلت خيار الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع مطورين عقاريين، 35 ألف أسرة فضلت خيار الأراضي السكنية، 32 ألف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي. ومستمرون بإذن الله في تقديم مزيد من الحلول خلال هذا العام للوصول إلى مستهدفنا البالغ 300 ألف خدمة 300 ألف أسرة، على أن يكون بينها ما لا يقل عن 130 ألف أسرة تسكن في منازلها بإذن الله. ماذا عن المشاريع الجديدة التي تعملون عليها حاليا؟ ماذا عن كذلك الشراكة مع القطاع الخاص؟ طبعا الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة في ضخ المزيد من المشاريع السكنية التي تمتاز بجودة الوحدات السكنية وكذلك توافر المرافق الخدمية اللازمة. اليوم هناك 77 مشروع توفر أكثر من 130 ألف وحدة سكنية ما بين الفلل والشقق بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف. هناك 58 مشروع من بين هذه المشاريع يجري العمل على تنفيذها وبنسب إنجاز متقدمة، وبإذن الله سيتبعها تنفيذ المزيد من المشاريع. أيضا على مستوى مخططات الأراضي السكنية، هناك أكثر من 180 مخطط توفر أكثر من 170 ألف أرض سكنية للراغبين بخيار الأراضي السكنية. كل هذه الخيارات متاحة من خلال موقع سكني سكني.هاوسنج.إس.أي وكذلك تطبيق سكني على الهواتف. ما مدى مراعاة الجودة، الالتزام الدقيق كذلك بمراحل التنفيذ وصولا للتسليم للمواطنين دون تأخير أو عوائق؟ نعم، بكل تأكيد. طبعا المشاريع الخاصة التي يجري العمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص ومثلا بالمطورين العقاريين تخضع لمتابعة دقيقة ومراقبة لسير العمل والالتزام بالبنود من خلال طبعا برنامج البيع على الخارطة وافي، وهو أحد البرامج التي أوجدتها وزارة الإسكان في إطار متابعة هذه المشاريع. كل هذا يأتي في إطار أو حرصا من الوزارة على ضمان تسليم وحدات سكنية متكاملة وذات جودة مناسبة للمواطنين.